وخلال القمة قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، المشاركون الكرام، نود بداية أن نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس بايدن على عقد هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغيير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة وتتطلب تحقيقها منهجية وشاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم. لقد أطلقنا في رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، مشاريع الطاقة النظيفة بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50% من احتياجات المملكة في حلول عام 2030. إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغيير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا مجموعة 20 العام الماضي بدفع تفني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تداول الأراضي وحماية الشعب المرجانية، كما أعلن أنا سمو ولي العهد مؤخرا عن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة لأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية. وحصلت هاتان المبادرتان على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافة منتدى المبادرة السعودية الخضراء وقمة المبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام. خير نود أن نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون في مكافحة التغيير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنين لجهودنا النجاح لحماية كوكبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أواخر مارس، واللتين تضمنتا خطوات لحماية البيئة والمناخ وتقليل انبعاثات الكربون. Thank you.
وللحديث عن قمة البيت الأبيض للمناخ تنضم إلينا من جدة الدكتورة ماجدة محمد أبو راس، مراجعة والمدققة في الأمم المتحدة لتقرير البيئة العالمي السادس. دكتورة أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى هذه القمة تشكل امتحانا لجدية التزام إدارة الرئيس بايدن بمساعدة الدول النامية في التعامل مع التغير المناخي وتبني مشاريع الطاقة النظيفة؟ أهلا وسهلا بك. الحقيقة رجوع أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية المناخ، اتفاقية باريس للمناخ، في وجود الرئيس بايدن، ما هي إلا خطوة واضحة ورائدة لجدية الولايات المتحدة الأمريكية للخوض مرة أخرى في هذه الاتفاقية ومكافحة التغير المناخي، وخاصة وأن أمريكا تعتبر هي أكبر ثاني دولة في العالم من حيث الانبعاثات الغازية، وأيضا لها دور كبير ثقل سياسي واقتصادي، ولها دور كبير أيضا في اقتصاديات الدول وفي دعم الدول. فأنا أرى دخولها الآن بعد غياب 4 سنوات سوف يكون له دور كبير جدا وجدية كبيرة جدا في تحريك هذه المبادرة والتحول التحول الفعلي لها، وخاصة واليوم ونحن نستمع إلى كلمات الرؤساء وجدنا أن هناك شراكات اوريدي صارت ما بين أمريكا فرضا والهند بالنسبة للطاقة النظيفة، ما بين أمريكا واليابان هناك تعاونات مختلفة حدثت، وبالتالي هذا يثبت من وجهة نظري جدية الولايات المتحدة الأمريكية في خوض ومكافحة تغير المناخ مع دول العالم، بل أيضا في كلمة الرئيس فخامة الرئيس بايدن أكد على ضرورة أن يساعد الدول الأكثر الأقل حظا ويساعد الدول التي لا تستطيع في مجابهة التغيرات المناخية من خلال البنى التحتية، الاستثمارات، من خلال التقنيات، من خلال تزويدهم ودعمهم بالتقنيات، نعم، من خلال الشراكات، وطالب أيضا بالتعامل الدولي، طالب أنه التعامل الدولي، الالتزام بالقوانين الدولية. أنا أرى أنه أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية جادة بالفعل، من ودليل أنه القمة هذه الآن التي دعا لها بايدن، وأعتقد أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 19 وددت أن أسألك دكتورة ماجدة تعقيبا وتأكيدا على كلامك أنه الدول الفقيرة والنامية كانت وعدت في قمة 2009 بكوبنهاجن ب 100 مليار دولار سنويا بدءا من 2020، وهو ما لم يتحقق العام الماضي. اليوم الولايات المتحدة تبدي التزام من جديد بمساعدة هذه الدول، ما هي الآليات التي يمكن أن نخرج بها حول تدفق التمويل من القطاعات العامة والخاصة اتجاه الدول المحتاجة؟ نعم، أولاً لابد أن نشجع القطاع الخاص ونشجع الابتكارات ونشجع الدعم للاختراعات للتقنيات الصديقة للبيئة، هذا مهم جداً. اثنين، لابد أن ندعم الدول النامية بمشاريع بنى تحتية، وأيضاً أنه نصدر لهم الابتكارات والتقنيات الحديثة صديقة للبيئة حتى يستطيعوا مواجهة الحياة وحتى يستطيعوا المساهمة مع العالم كله في موضوع التغير المناخي. بالتالي بنى تحتية متكاملة. أيضا الدول الغنية لابد أن تساعد أيضا الدول الأقل حظا، سواء كان مساعدة اقتصادية أو كانت تنمية أيضا اجتماعية أو كان دعم لشركات محلية موجودة وتبنيها وضخ أموال فيها حتى تستطيع أن تنهض ببنيتها التحتية. عندما نتحدث عن الأموال الحكومية في مواجهة التغير المناخي، هل نتحدث بشكل أو بآخر عن تحويل الاستثمارات في الوقود الأحفوري إلى استثمارات في حلول التغير المناخي؟ وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لصناعة النفط؟ بالضبط، احنا بنتحدث الآن، احنا الآن في العهد الجديد، كما صرح قبل ذلك صاحب سيدي ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، قال نحن قدنا عهد النفط، والآن المرحلة التالية هي قيادة اللي هي التقنيات الخضراء أو العصر اللي هو صديق للبيئة. نعم، لابد من توجيه الاستثمارات إلى استثمارات خضراء، إلى اقتصاد دائري كربوني، إلى الضخ في الابتكار والأبحاث العلمية المختلفة،
حتى نخلق اقتصاد جديد صديق للبيئة وصفر انبعاثات. وهذا على فكرة لا يتعارض مع أي اقتصاد آخر. لا نقول أن عهد الوقود الأحفوري أنه سينتهي، ولكن ما سيتم فعله بأنه محاولة حتى عند استخدام الوقود الأحفوري أن يكون هناك عملية الاقتصاد الدائري الكربوني، كما حدث في المملكة العربية السعودية عندما أطلقت الطاقة الاقتصاد الدائري الكربوني، وهو أنه نعمل عملية تخفيض، بعد كده عملية إعادة استخدام، بعد كده عملية تدوير، بعد كده عملية إزالة، وبالعكس الاستفادة من الكربون الناتج. ممكن تحويل صناعة النفط وصناعة الوقود الأحفوري إلى صناعة صديقة للبيئة. أيضا إضافة إلى أن العهد القادم هو عهد الاستثمارات البيئية، عهد الاستثمارات الخضراء، عهد التقنيات الخضراء، عهد الطاقة المتجددة والنووية. يعني أعتقد سوف نسير في مسارين متوازيين نكون واقعيين، ولكن في تطوير كبير جدا أيضا لصناعة النفط بأنها تصبح صديقة للبيئة قدر الإمكان. نعم. والتوجه الكبير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية توجهت توجه كبير جدا في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية. تفضل. من جدة الدكتورة ماجدة محمد أبو راس، مراجعة والمدققة في الأمم المتحدة لتقرير البيئة العالمي السادس، شكرا جزيلا لك.